سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجاب عليه السلام: الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه. قيل: فسئل مرة أخرى: وكيف نصلي على محمد وآل محمد؟ فأجاب عليه السلام: تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. قيل: وما الثواب المنتظر من هذه الصلوات؟ فأجاب عليه السلام: الخروج من الذنوب، والله كهيئة يوم ولدته أمه. وسائل الشيعة، الجزء السابع، الصفحة 196.